سيدتي، هل صحيح أنك طردت كمال؟ هل لي أن أعلم لماذا؟ في هذه الحال ماذا نفعل؟ هل أستدعي سائقا جديدا؟ من يكون كمال هذا؟ إنه ابن أختي. لا تردد كلامه، من يكون؟ لا أفهم ماذا تقصدين. هل تثق به؟ ثقتي بنفسي. هل ارتكب خطأ ما؟ ألا تراه غريبا وغامضا؟ هذه طبيعته، وكما تعلمين سيدتي ليس من المنطق إدانة إنسان لأن له طبعا مميزا. تقصد طبعا يثير الشكوك؟ لأن هناك تناقضا بين سلوكه ومهنته. ربما، ولكن من أين لسائق مثل هذه الثقافة؟ سيدتي، عندما اخترعوا الحرف لم يزنوه بالذهب. إن لأمثالنا حقهم في المعرفة، إن الذهب ليس امتيازا كما هو العلم ليس امتيازا لأي إنسان. هل أنت مصممة على طرده؟ إذن سأتركه يرحل. لا، اذهب وأقنعه بالبقاء. قل له إني سأضاعف راتبه. عفوا، إن المال هو آخر اهتماماته، إنما يهمه هو أن تكون راضية عنه. انتظر، دعني أنا أتحدث إليه، هذا أفضل. لقد أهنته مواجهة، وعلي أن أعتذر منه مواجهة. أرسله إليه. باسم الحسان جميعا جئت أعتذر، فإن قلبي على العشاق ينفطر. أقدم الشعر عرفانا وأرفعه عساه يشفع ما يخفي ويستتر. هل يقبل العذر من قلب يكن لكم حبا ويسكن فيه سرنا الحذر؟ قالوا جفتك فتاة كنت تعشقها، فشوهت في حياة النسوة الصور. وعشت ما عشت لم تشغلك واحدة من النساء، وقد أغرى بك النظر. والقلب غض تسامى في كرامته بكبرياء بها البركان ينفجر. وظن أن طريق الغيد مهلكة، وأن درب الهوى إن جئته وعر. كم عشت تروي بأن الشهد مطعمه شيء لذيذ، ولكن دونه الإبر. وليس كل بريق كان مصدره من الزجاج، فبعض برقه درر. والحب إن شئته نحيت ما زعموا عن التعالي فلا يجدي به الكبر. فإن تخن عهدك الموعود واحدة فليس منها، ولكن خانها البطر. وليس كل النساء اليوم خائنة، من قال إن الوفاء اليوم يحتضر؟ فأنت يا أيها العملاق دارتنا أمسى بها الشعر والآداب والفكر،
وظلمت نفسك بالحرمان تجرعه يطويك هم. وكم غنى لك الوتر، كم ذا سهرت لعلم قمت تطلبه، وقد جفوت التي يحلو بها السهر. يا ليتني كنت أدري ما تكابد. وقد صبرت، وكم في حبهم صبروا، لكنت أعددت يا عملاق مأتبة من المحبة، لكن جئت أعتذر.